قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهم إذا اجتنبت الكبائر. يعني الصلاة ما بين الصلاة والصلاة، وما بين الجمعة والجمعة، وما بين شهر رمضان وشهر رمضان، دين كفارات لما بينهم في شرط واحد: إذا اجتنبت الكبائر. وأكبر الكبائر وأكبر الذنوب هو الشرك بالله تبارك وتعالى. ده أكبر كبيرة وأكبر حاجة، الشرك بالله. والشرك بالله عز وجل هو أن تجعل لله ندا وهو خلقك، تعبد الله وتعبد معه غيره. ربنا يعلم الغيب غير الله بيعلم الغيب. وأصل رمضان شرع للموحدين ما للمشركين. الناس اللي بيرتدوا الحجابات والتمائم ديل برا، ديل اصلا ما افترض عليهم الصوم. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الخطاب: يا ايها الذين امنوا، يعني المؤمنين هنا الموحدين، كما قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الآية دي فسر النبي صلى الله عليه وسلم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. الصحابة لما سمعوا الآية دي شق عليهم الأمر، وظنوا أن الظلم ظلم العبد نفسه بارتكاب المعاصي، فقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس ذاك. ألم تسمعوا قول العبد الصالح لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وراهن إن المراد بالشرك بالظلم هنا الشرك بالله. ويكون معنى الآية: الذين آمنوا أي وحدوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. عشان كده الإنسان الدائر استقبل رمضان ويصوم رمضان، أول حاجة يصفي العقيدة من الشرك. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ما تخلط توحيدك بشرك. والبلد دي ملانة شرك، قباب وأضرحة تعبد من دون الله تبارك وتعالى، وأهل يدعو ليها فلان يعلم الغيب وبيع ماها في سماها. ما سمعتوا ذا قال شنو؟ قال: نحن شيوخنا بدوا المطر على حسب الطلب. وده الشرك ذاته، ده ياهو الشرك. قال: شيوخنا بدوا المطر على حسب الطلب. تلقى حواشتين بنات تقنت واحد او سرابة واحدة، دي تمطر ودي ما تمطر. قال: ده لأنه أدى البياض، أدى الشيخ البياض، الشيخ نزل المطر. وربنا يقول: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. وقال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء
فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ما تجعل يا ربنا نك وشريك. ده يقول غير الله منزل المطر كده جعلوا مع ربنا شريك ونديد، وده الشرك. ده شغل المشركين الأوائل، بل المشركين الأوائل في الربوبية ذاته ما أشركوا، أشركوا في العبادة. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. مشكلتهم شنو؟ مشكلة قالوا دي الأولياء بيقربونا لله، نحن بنعبدهم. والعبادة لو صرفت لأي نوع من أنواع العبادة انت عبدتهم. الدعاء عبادة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. صرفت له نوع من أنواع العبادة مع الله عز وجل عبدته، وجعلت شريك لله مع الله عز وجل. عشان كده المشركين الأوائل قالوا دي الأولياء، ناس ود وسواع ويقوس ويعوق ونسر، دي الأولياء. نحن بنعبدهم يعني بندعوهم، بنتوكل عليهم، أي نوع من أنواع العبادات بنذبح لهم. قال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ديل المشركين الأوائل قالوا الله خلقنا والله رزقنا وربنا اللي بينزل المطر، لكن الأولياء ديل نحن بندعوهم مع الله. ليه؟ ما عشان خلقوهم ولا عشان بيرزقوهم، قالوا لأنه ديل أولياء وبيقربونا لله، وده الشرك بالله عز وجل. ربنا ما في بينات واسطة. قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. عشان كده الإنسان الدائر يستقبل رمضان يستقبل أول حاجة بالتوحيد الصافي، ويبعد من أهل الشرك. ما تمشي لناس بتاعين القباب وبتاعين الأضرحة ويقول لك بيجيب الرائحة. الشيخ ده والحاجة دي كان راحت بحوطة لك، ده كله كلام فارغ وشرك بالله عز وجل. وما في زول بيعلم الغيب يجيب الرائحة كيف؟ قال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ما تمشي لأهل الشريك ويقول لك الحجاب ده من الرزق. ربنا يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون. ما عنده لك رزق، هو عشان يديك الحجاب ده لو ما دفعت له ما بيديك لي أصلا. أنا ما لاقاني فكي بيوزع الحجبات ساي، ده لاقاكم أصله فكي بيوزع الحجبات ساي ما في. يا إما يقول لك خط البياض، يا إما يقول لك جيب حق الحجاب. الحجاب ده ليه؟ يقول لك بدي الرزق وديلك براهم بتاعي بدي الجنة. يقول لك الشيخ ده بدي الجنة، ده يقول لك الحجاب ده من الرزق وبديك الرزق بكم؟ يقول لك بعشرة جنيه. طيب الحجاب ده لو بدي الرزق انت شايل من العشرة جنيه ليه؟ ده ما الرزق ذاته. انت انا مشيت السوق اشتغل، داير ابيع طماطم، واحد داير يسوق ركشة، واحد ببيع ملابس، ماشيين الناس يشتغلوا. ليه؟ ليه العشرة جنيه دي ذاتها؟ انت بدل ما تشتغل اشتغل بتاع حجبات بس، بتاع شرك ولخبطة. تفتح الحجاب جوا تلقاه طلاسم وشغل بتاع شعوذة وشغل بتاع جن. والواحد تلقى المرأة يزوج سنة، ما هو المرأة ما ربنا ما رزقه بجنة، سنة ونص، سنتين،
بدل ما يدعو الله عشان ربنا يديه ذريه زي ما الانبياء كانوا بيدعوا الله. ربنا قال هنالك دعا زكريا ربه، نبي ده نبي ولي، النبي ده ولي ما في شك. ربنا قال الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ياتم ما بتاعنا الكشاكيش ولا بتاعنا النوبات ولا بتاعنا الطارات، ديل ما اولياء. ليه؟ لانه الولي هنا قال الذين امنوا وكانوا يتقون، امنوا وحدوا اتقوا الله، ديل الاولياء. عشان كده الانبياء ديل اولياء ما في شكك. زكريا عليه السلام دائر الذريه التجا الى الله عز وجل، قال تعالى هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. دعا الله، عشان كده زول ربنا ما رزقه بذرية يسأل الله. ربنا قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي بتين إذا دعان، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله؟ الإنسان يلجأ إلى الله عز وجل، دار الذرية يلجأ إلى الله. دعيت ربنا، ربنا ما رزقك، أمشي يا أخي الطب، مرات بيكون دار لك حبوب، دار لك حاجة بسيطة وربنا يرزقك، ده مرات بيكون في مرض يقول لك لا لا المرض إلا توديها للكبابيش لأنهم بدوا الجنة، والجنة قال ما عارف شنو، الولد بوقيتين بتاع الذهب والبيت بوقية واحدة، كلام عجيب ذاته أنا ما عارف. وربنا في القرآن قال شنو؟ قال لله ملك السماوات والأرض يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. الآية دي الكباشي فيها؟ ما فيها. طيب جا من وين؟ يقول لك بدي الجنة، ربنا قال يهب لمن يشاء إناثا، في ذول ربنا بديه إناث بس، وفي واحد ربنا بديه ذكور وإناث، وفي واحد بديه ذكور، وقال ويجعل من يشاء عقيما. العقيم ده للشيخ بدي، وفي شيوخ ذاتهم عقيمين ذاتهم، ليه رقبته ما عنده جنى؟ وفي واحد حكى قصة لواحد من الشيوخ ديل في بدي الجنى وما بدي الجنى دي، مشى قال الشيخ قاعد جوا في التكية بتاعته، بيجي لي بتاع اللحمة بيقطع عليهم بيقول لي ده حق الشيخ، وما بيجي، بيجوا الجماعة حيران، يقطع عليه اللحمة يقول دي لحمة الشيخ، يجي لي بتاع الخدار قال ده خدار الشيخ. المهم الشيخ ده أموره مجيها تماما، ما بيمرق من البيت أصلا. مرة من المرات جاي شايل له جداد قال وخش السوق، خاشي في السوق، فقام الجماعة تلموا يا أبويا الشيخ في شنو؟ المرقك شنو؟ اللحم ما بجيك؟ أي بيجيني. الخدار ما بجيك؟ أي. في شنو؟ وفي واحد مجنون، لكن المجنون ده كان أعقل واحد فيهم، قال جراكب له في عصايا جاري، ما زول عقله ما معه، فقام جا وقف، أها في شنو؟ قال الشيخ مالك؟ قال جدادي ده فرق وجيت السوق عشان ابيع الجداد ده، عشان اجيب لي جداد غيره يبيض، فرق يعني تاني ما ببيض خلاص. قام المجنون قال لي يا شيخ انت قالوا بتدي الجنة الجداد ده ما تدي بيضة والموضوع انتهى، لخبطة في لخبطة وكلام فارغ. وقبل شوية يقول لك الجماعة ديل بيجيب الرائحة والشيخ ده الكشيف، ابونا يقول لك الكشيف والمكاشفي ومكاشف الغوب، وعندهم مدحة قال ما عارف ادي البنزينة، البلد دي اليومين دايرة بنزين وينو؟ ما في بنزين.
جايين في الشارع واحد ضرب لشيخنا جزاه الله خير، قال لي يا شيخ انا طبعا الجماعه دي كفرت بهم مره واحده في كلامه يعني، قال لي لانه ضرب لي الشيخ تلفون. السلام عليكم، كيف ان شاء الله تمام. هم بتاعي ما كلمه دايرين قروشي، قالوا دايرين شنو؟ دايرين دين. الدين في الكتاب ده، ربنا قال فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا. وقال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الدين ده في الكتاب، هو في القرآن. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ربنا قال البدعوهم من دون الله ديل ضبانة واحدة، قال ما بيخلقوها، خليه الدجنة ويقلب البيت ولد. فزول ده ضرب للشيخ تلفون، يا شيخ ضرب لي، قال لي الفكي، قال لي يا أخي انت أمك دي عيانة وما عارف عامل اللي عمل أوراق ده. قال لي يا شيخ أنا أمي ماتت لي 10 سنة في ضب ولخبطة، إشان الشيخ لو لفقت معاه طوالي أسمع رسل لي 2 مليون، رسل لي 3 مليون، لخبطة وكلام فارغ ولعبوا بعقول الناس بالدجنة بيقلب البيت ولد. لكن أنا الشيء المحيرني الخرافات دي كلها نحن بنسمع، الناس دي كلها بتسمع، يقول لك يا أخي الشيخ بالدجنة، بعد شوية يقول لك الشيخ قلب البيت ولد، ما شفنا بعيننا دي. قال له سلم يا ولد، أهو ده القلب البيت ولد، ما شفنا. دايرين واحد من شيوخ الصوفية ده اللي عمل لنا الشغلة دي بيان بالعمل، نجيب له ولد اللي قلبه لنا بيت، لخبطة كلام فارغ ما أنزل الله به من سلطان. وأنا ماذا رطيل على الإخوان، لأنه المشايخ جزاهم الله خير قاعدين وكده، وأصلا المحاضرة دي بتاعتهم، والشيخ أحمد البدوي شايف كان يعتذر، فأقدم شيخ أبو بكر إن شاء الله.